الواحد كان قاعد ساكت وفي حاله كده واخد جنب وقال يسيب الناس في حالها يمكن تتلم، بس الظاهر كده ان مفيش فايده. اسم الحقيقي ديانا، او سلسله هو عشان الناس تعرف، بس والدلع دندوشه. احنا شايفين كل حاجه، ما انت مش حرمانه من حاجه اصلا. فدي يا جماعه الاخت ديانا والدلع دندوشه، حاجه كده بسم الله تبارك الرحمن، الكاريزما طاغيه والقبول منعدم خالص. شكلي مدندشه ولابسه بقى فاهم وكده، فكله يقول انت دندوشه قوي في نفسك. كله الا الكذب يا دندوشه، ما نكذبش على جمهورنا ابدا. لابسه ايه؟ لابسه ايه ده؟ انت لابسه في حيطه. لابسه ايه يا ماما حبيبتي؟ الدنيا عندك كابورليه خالص، قلبت سينما صيفي. ده انت مش دندوشه، ده انت مرووشه حبيبتي. الباور عندها عالي مش طبيعي، تقريبا في فرد ارضي عندها ملمسه، ما انت فاهمه، فمش مظبوطه. مع اللوك كامل، الشوز، الباج، كل الكلام ده، وطبعا بتختلف سمر عن وينتر. اللهم صلي على كامل النور، يعني شوز وباج وسمر ووينتر، يعني ايه الكوليكشن الجميل ده؟ ايه الحلاوه؟ ايه الصرف باين هنا يا جماعه في الثقافه؟ واضح واضح الموضوع، واضح في كورسات كتير خدتها هنا دندوش عند عم حناكه في ورشه السباكه، وجايه تبهرنا احنا بقى، ده شغل بلاد بره، ده مش موجود عندنا. بلاش ميك اب لو حاجه مش ضروريه، يعني انا هو بلوجر والله العظيم ما بحطش اي ميك اب. مصدقينك يا حبيبتي من غير حلفان، هنا يا جماعه الاخت دندوشه مش حاطه ميك اب خالص، تقريبا قلبت الميك اب هي اللي حاطت دندوشه وقفلت عليها جوه، فتسلم ايد النقاش اللي قفل وشطب، فينشنج رائع حاجه ولا اروع، ايده تتلف في حديد، يعني بس انا شويه كرانيشكا وروح نستلم على المفتاح. ان الناس بتخسر ايد الالوان المترقعه دي، ايه الحاجات اللي بتعمليها دي؟ دندوشه زي ما قلت لك فعلا. دندوشه ماشيه بمبدا اهتم بالواني اكثر من احزاني. اه والله اختارت هنا باليتة الوان صيفي ترقع في وشها حاجه ولا اجمل ولا اروع، تشوفها انا بتهج، نحس ان الدنيا لسه بخير. وخلونا نشرح للناس الجهله اللي مالهمش في الفاشن وفي الترقيه والالوان، نقول لهم نعرفهم هي صارفه قد ايه وعامله ايه في وشها. هنا حبيبتي هي ضاربه شويه اصفر بسبوسي على خدها مع شويه ازرق مسخسخ فوق عينيها، فالاتنين عاملين ميكسنج مع بعض مدينا الاصفر الاسهالي الجميل في الاخر، مع شويه بامبا مرقع على شفايفها والبتاع ابو ترتر اللي هي مش لابساه خالص، فحاله هي عامله حاله جميله للشعب المصري، حاجه مبهجه. الاوت فيت ده هو المفروض يعني بيبقى الدريس بس لوحده سيمبل. اوت فيت قصدك اوت زفت، معلش بقى يعني سامحيني يا اختي دندو، انا ساكت ومستحمل من الصبح بعد اذنك. سيمبل ايه؟ دريس ايه اللي سيمبل بالظبط؟ فهمينا كميه البهرجه واللعلطه اللي ضاربه في وشها والعواكس، ده انت عميتينا يا شيخ مش عارفين نبص في وشك. دريس ايه اللي سيمبل؟ ده عند ابو سيمبل، ما نضحكش على بعض يا جماعه بعد اذنكم، بس ان جينا للحق بامانه يعني هو الدريس فعلا لوحده زي ما هي بتقول، هو تقريبا نزل يجيب حاجه من تحت وما طلعش، علق فما عرفش يطلع ياخد مكانه تاني فوق. طور البراندات عالميه اكتر، يعني طموحي ان انا اطلع بره. الله ينور عليك يا بنت الناس، انت مكانك بره مش هنا مش وسطينا، ولا انا ما شفتك قلت كده على طول، هنا هتضيع وقتك وعمرك على الفاضي. الولا سيد ابن خالتك هنا هيقرفك في عيشتك، ولا كل ما يشوفك هيقول لك غطش شعرك عشان ما تجيش تشربي شاي، وهيقرفك هيكتف طموحاتك، وانت طموحاتك عايزه تنطلق، فاطلعي انطلقي بره، ربنا يكرمك ان شاء الله. وجات ناس التانية لا تاخدنا كلنا الا دندوشه.